طيب هرجع راجع تاني على الاريا اوف ذا سيركل قبل ما نحل عليها. اهو اريا اوف ذا سيركل. بص يا شباب، لو هو جه قال لي فايند ذا اريا اوف ذا سيركل هوز راديوس از 17 او اتس راديوس از 14، او لو قال لي ذا اريا اوف ذا سيركل اتس راديوس از 14 سنتيمتر از، او ممكن يرسمها لي كده اهو. بص يا جماعه، ممكن يرسمها لي كده، يقوم عامل لي كده ويقول لي ان الراديوس هو ده الراديوس، يقول لي 14. بسيطه جدا. فانا بقوم عامل ايه، كاتب القانون اريا ايكوال باي ار بار 2. الباي بعوض عنها، يعني بكتب تحتيها، اعوض عنها يعني اكتب تحتيها، او سبستيتيوشن يعني اكتب تحتيها 22 اوفر 7، وادي علامه التايمز، وادي الراديوس اكتب بداله ال 14 اللي هو جايبها لي، او اللي جايبها لي على الرسمه 14 وباور 2. اقوم كاتب كل دي على الكالكوليتر تطلع 166. 166. طيب لو جينا بقى خدنا ايه اكسرسايز عليها من كتاب المعاصر كده، لو فتحنا الاكسرسايز اللي هو عندنا اكسرسايز نمبر كام اللي عليها، اكسرسايز 12، اكسرسايز 12 في كتاب المعاصر. بص يا جماعه، هو راسم لي كذا سيركل اهي، يعني راسم لي اول واحده، هسيب لكم انا الصف الاولاني دون، او هعمل بقى هعمل ايه؟ هعمل اخر عمود تحت بعض، لان هو جايب لي واحده عامله كده، وعامل لي الريديوس 7 اهو، ده الريديوس، وعايزني اجيب الاريا بتاعتها. سهل، اقوم انا كاتب له الاريا ايكوال باي ار باور، هقوم كاتب بدل الباي ايه؟ 22 اوفر 7 تايمز الار اللي هو الراديوس ده ب 7، هقوم كاتب 7 باور، هقوم كاتب دي على الكالكوليتور يا جماعه، حاسبها تطلع 154 سنتيمتر سكوير. بس خلصت وخلاص على كده، تمام؟ وممكن تكتب الانسر تحتها، يعني في ناس يفضل يكتب ايكوال ايكوال، ده الافضل يعني في الماث. ايكوال تحت الايكوال كده ايكوال، طلع اجابه دي على الكالكوليتور تطلع 154. بس خلصنا على كده المساله. دي اللي هي المساله نمبر كام؟ نمبر سي، كويشن 1 نمبر سي. طيب تعالى على كويشن 1 نمبر اف اللي تحتها. نمبر اف بقى يا جماعه ادالك الديامتر كله. عمل لك كده، بص قال لك الديامتر كله ده 8. كل ده مديني طوله 8. احنا ما بنشتغلش مع الديامتر يا جماعه، احنا بنشتغل مع الراديوس. مع الراديوس يعني ايه؟ يعني ال 8 دي نصها كام؟ نصها من هنا لهنا 4 وهنا 4، فيبقى انا كده يا جماعه الراديوس بتاعي 4، والباي زي ما اتفقنا كده كده ب 22 اوفر 7. الباي ب 22 اوفر 7. هبتدي اقول كده، وساعات يقول لك الباي ب 3.14، يعني هو قايل لك فوق في المساله الباي كاتب لك كده 3.14 عادي، هي 3.14 هي 22 اوفر 7، بس حسب ما هو يقول لي. هو ايه اللي في المساله من فوق في السؤال؟ قال لي الباي ايكوال 3.14. المهم انا كاتب بقى، هو طالب مني الاريا، او قايل له اريا ايه يعني اريا؟ باي ار باور 2، او اعمل تايمز معاه عشان ما تنساش. ترجع تكتب ايه؟ تكتب تحت الباي 22 اوفر 7 تايمز، تكتب بدل الار ايه؟ هتكتب قصدي تحت الباي هو مديلك ب 3.14، بتكتب له اللي هو جايبه، جايب لك 3.14 تكتب له 3.14 تايمز، وتكتب بدل الار ايه؟ الراديوس بتاعك 4 مش 8، احنا بناخد النص يا جماعه، تايمز 4 باور 2. اقوم حاسب دي كلها على الكالكوليتور واطلعها وخلاص، دي بقى دي الانسر. احسبها كده يا احمد على الكالكوليتور، او مهند شوف لها هتطلع، او يوسف اكتب دي على الكالكوليتور شوف هتطلع كام كده. تمام بس مدخلك لك نسبة بتطلع الإجابة زي ما احنا عملناها في صح؟ طلعت لك كام دول؟ لا بحسبها لسه بس انا هحسب انا بسرعه كده 65 اهي، طلعت لي لو طلعت لك فراكشن يا جماعه دوس على الزرار اللي اسمه 50.24. بس كده 50.24 بس وخلاص، تقوم قايل له سنتيمتر سكوير. خلصت يا جماعه المساله دي، سهله ولا صعبه؟ طيب يبقى احنا كده حلينا ايه نمبر سي واف، عشان الباقيين دول هيبقوا هومورك، الاربعه الباقيين هيبقوا هومورك. طب تعالى اللي بعديها برضو كلهم فايند ذا اريا، بس مديك السؤال اللي بعده برضو فايند ذا اريا اوف ايتش سيركل.
بس مديهالك بدل ما هي مرسومه مديهالك ايه؟ مره الار ب 8 ومره الار ب 3.6 ومره الار ب 5 كيلومتر. ها هقوم انا برضو راسمها، هقوم انا قصدي حلل على طول من غير ما امسكها اهو. يعني انا هحل لكم واحده من كل نوع، هحل اخر مساله في كل سؤال عشان بس تبقى موضحه معاكم العمليه اهو. اللي هو كويشن نمبر 2 يا جماعه جايب لي فيه ايه؟ بيقول لي فايند ذا اريا اوف سيركل. اكيد كلكم معاكم الكتاب طبعا. فايند ذا اريا اوف سيركل، معاك الكتاب يا يوسف ولا مش معاك؟ لو مش معاك انا ممكن ابقى ابعت لك الحاجات اللي مهند بعتها لي دي وصور. اه معايا. طب كويس، شوف كويشن نمبر 2 كده اهو. كويشن نمبر 2 جايب لي ايه يا جماعه؟ هحل اخر واحده فيه عشان اسيب لكم ايه وبي هوبر. نمبر 2 قايل لي السي كاتب لي كده ان الراديوس بكام؟ الراديوس ب 5 كيلو متر. طيب وكاتب لي ان الباي في بدايه المساله فوق يا جماعه بدايه السؤال 3.14. ماشي، هو عايز ايه؟ فايند ذا اريا. اه بس بيقول لك ايه بقى؟ تو ذا نيرست 100. بص كده الشاشه عندي معلقه. طب اطلع وادخل تاني يا يوسف، هتشتغل تاني ما تستعجلش، بس هي ممكن اللي فهمته ثانيه بتعلق وترجع تبدا تاني. اهي. لا والله العظيم الشاشه معلقه اصلا. خلاص لو فضلت معلقه اطلع وادخل تاني. اه الاريا خلاص عامه يعني باي ار بار 2 اه هتعوض. خلاص الباي بكام يا جماعه؟ 3.14. طيب الار اللي هي بكام؟ الار مديلك اهو 5. وتقوم حاسب كل دي على الكالكوليتر وخلاص. احسبها كده يا مهند او احسبها يا يوسف، اي حد يحسبها احسبها انتوا الثلاثه اصلا يعني. طلعت 78.5. ماشي يا جماعه؟ هو بيقول لي تو ذا نيرست ايه؟ 100. هو اصلا 100 مفيش 100 هنا، ال 100 هنا كانها زيرو. فانت هتقوم عاملها له كده، قلت له زيرو. طب افرض كان قال لي تو ذا نيرست 10 مثلا يا جماعه. 10 تعمل ايه؟ تو ذا نيرست يونت مثلا. افرض قال لي تو ذا نيرست يونت. اليونت اللي هي ال 8. ال 5 هتديها؟ اه هتديها. يبقى اقول له ايكوال ابروكسيمتلي 79.0. خد بالكم. والزيرو ده 1.0 دي مالهاش لازمه، يبقى ايكوال 79 وخلاص. تمام؟ طيب تعالى نشوف اللي بعدها. يقول لي find the area of each of the following circles for the given diameter. بص يا جماعه بقى، لما يديني الدايمتر اعمل ديفايد تو. يعني ولما اداني الراديوس في المساله الاولى بتكلم على كويشن نمبر 3. كويشن نمبر 3 لو اداني الدايمتر هم عاملينه ديفايد تو اهو. يعني كويشن نمبر 3 مش مديني راديوس بقى، مديني الدايمتر. خد بالك. احل اخر واحده في المساله، اخر واحده اللي هي نمبر سي. نمبر سي هو مديني ايه؟ مديني الديامتر ب 1.4. الديامتر 1.4. مستر. نعم. يوسف طلع يا مستر. خلاص ماشي ماشي، هو احنا غلطنا خلاص خلاص. الباي يا جماعه ب 3.14. هو ممكن يكون عنده مشكله في النت. 3.14. طيب هو بيديك الديامتر، لما يديك الديامتر يا جماعه احنا ما بنتعاملش مع الديامتر في حاله الاريا. لازم نجيب الراديوس. طب نجيب الراديوس ازاي؟ نعمل كده ار ايكوال الحل اهو. ماسكين الدايمتر ده عاملينه ديفايد تو الاول. ديفايد تو هيقوم طالع لي 0.7. نمسك الدايمتر نعمله ديفايد تو هيديني 0.7. يبقى ده الريدس. نبتدي نعوض بقى. الاريا ايكوال اي ار باور 2. هكملها بس جنبها عشان ما عنديش مكان. الباي اللي هي كام يا جماعه؟ 3.14 تايمز الراديوس. انا جبته اهو بقى بكام؟ ب 0.7. نعمل لها باور 2. بس احسبها على الكالكوليتر كده يا يوسف. آه يا احمد. ممكن انا احسبها من كل شيء. طلعت لي 1.5
هو عايزها بقى يا جماعه to the nearest ايه add to the nearest 100 فين ال 100 ال 100 اللي هو 3 طب ال 8 هتديله ال 8 ال 8 دي ريتش هتديله يبقى هيبقى كام يا جماعه او equal approximately 1.54 طب فين بقى ال 8 وال 6 يبقوا زيروهات وبيتشالوا ميتو 6 بقت 0 فبيتشال تمام يا جماعه طيب ده بالنسبه لايه لحاجه زي كده سهل الدرس ولا صعب يا شباب سهل جدا يا مصطفى سهل يا احمد الدرس مهند سهل يا مستر طيب برضو اللي بعديها كالكليت ذا اريا اوف ذا سيركل يعني كلهم يعتبروا نفس الايه نفس الشغل كلهم نفس الشغل بصوا بس كده يا جماعه كويشن نمبر 9 كويشن نمبر 9 بيقول لي كالكليت ذا سيرفيس اريا اوف ذا سيكتور بيقول لي ايه سيركل اللي هو كويشن نمبر 9 يعني بقيه الاسئله تعتبر متشابهه انا كنت بس ليا الافكار يعني جايب لي في كويشن نمبر 9 ايه؟ جايب لي مقسم السيركل زي البيتزايه كده بص احنا قلنا يا جماعه متقسم السيركل زي البيتزايه كده كل واحد من ده اسمه سيكتور ده اسمه سيكتور سيركولار سيكتور وده اسمه سيركولار سيكتور كده يعني اللي عامل زي شريحه البيتزا ده يا جماعه اسمه سيركولار سيكتور خدناها احنا في سنه خمسه سيركولار سيكتور يعني حته دائريه كده طيب هو بيقول لي ان الريديوس بيقول هنا 4 هو مقسم لي السيركل لكام؟ مقسمها لي لكام بارت؟ 1 2 3 4 5 مقسمها لي ل 5 1 2 3 4 5 مقسمها لي كده طيب ايه المشكله بقى وانت عايز مني ايه؟ بيقول لي into 5 equal circular sector يعني كانك عندك البيتزا دي وقسمتها خمس حتت قطع قد بعض هو عايز القطعه الواحده الاريا بتاعتها كام؟ طب ما هي سهله طب ما احنا نجيب الاريا بتاع السيركل كلها ونعملها ديفايدد 5 عشان احنا قسمناها صح ولا لا يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي هجيب الاريا بتاع السيركل الاول اهو الاريا بتاعت السيركل ممكن تحتها سيركل كده الاريا بتاع السيركل باي تايمز ار بار 2 الباي هو متداري بكام جنب المساله؟ قال لي 3.14 خلاص. طيب الراديوس بكام يا جماعه؟ الراديوس ب 4 اهو. اقوم حاسب دي كده على الكالكوليتر، احسبها يا مهند كده. تطلع كام؟ حاضر يا مستر ثانية انا بتاكد منها بس عشان اشوف انت بتعرف تعملها صح غلط صح لا كده طب ده كده ده السيركل كلها يا جماعه السيركل كلها هو عايز السيكتور الواحد انا اقول لك لو الاريا بتاعت السيكتور الواحد السيكتور يعني حته البيتزا دي نعمل ايه يا جماعه مش هو قسمها خمس اجزاء متساويه هو قال كده خمس اجزاء متساويه دول واخدين الاريا بتاع السيركل دي بصوا بقى نعملها ايه نعملها ديفايدد 5 عشان هو قسمها خمس اجزاء متساويه هتطلع كام؟ هتطلع لي هقول لك كام؟ 10.0 اعملها كده على الكالكوليتر يا مهند برضه اكد اجابتي
هتطلع كده. طلعت كده؟ مظبوط يا مهند؟ بحسبها يا مستر. هي هتطلع كده ان شاء الله. Divided by. ايه صح يا مستر. مظبوط. مظبوط. هتفضل لنا بقى يا جماعه، بصوا كده. هتفضل لنا في جزء كمان في الدرس ده اللي هو الاشكال اللي انتم شايفينها في الصفحه اللي بعدها دي، بس اما ندخل الاول موضوع يعني انتوا هتاخدوا بقى الهوم ورك بتاعكم. ممكن ناخد بيج 1 دي هوم ورك، يعني البيج الاولى في الاكسرسايز هي وبيج 2 هوم ورك، ممكن يعني من كويشن 1 لكويشن 11 ينفع ناخدهم هوم ورك؟ تمام يا مستر عادي. هنكمل بقى الجزء الثاني ده لان دي حاجه ثانيه يعني ايه اقوى شويه، هنكملها ان شاء الله المره الجايه. خلاص اللي هي يوم الايه؟ ميعادنا الجاي يوم ايه قلنا؟ يوم ثانية واحدة، يوم ال يوم برضو الثلاث الساعة 9. اوكي يا شباب. الو. تمام يا مستر. طيب صور لكم بس دي كده. يا ريت يا جماعة نحل وتبعتوا لي الهوم ورك على الواتساب شاشتكم لو في أي غلط. تمام. تمام. ويبقى عندنا ان شاء الله هنستكمل الدرس ده، لان الحته اللي جايه دي ما ينفعش نقولها كده يعني الصوره دي طلعت متاكله شويه كده، ما ينفعش نقولها كده في السريع كده، ولازم يعني تعتبر يعني الدرس ده كانه مقسوم جزئين. الدرس ده كانه مقسوم جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الاريا العاديه دي، والجزء الثاني بقى اللي هي الاشكال اللي انتم شايفينها اللي هو مركبها دي نص سيركل مع نص سيركل مع ريكتانجل، فده ما ينفعش نقوله دلوقتي، هنقوله ده ان شاء الله في الحصه الجايه. تمام؟ طيب ماشي يا جماعه يلا. تمام. عايزين تسالوا اي حاجه قبل ما اقفل؟ لا تسلم. تمام يا حبيبي. مساء يعني شكرا. سهل ولا صعب؟ سهل. يعني ارجو الصبوره تكون واضحه. تمام. طيب تمام يا مستر. ماشي يا شباب يلا سلام عليكم. تمام. بس يا مستر معانا المره الجايه امتى؟ ما هو الثلاث بقى زي ما اتفقنا، مش قلنا الثلاث الساعة 9؟ سبت وثلاث الساعة 9. تمام؟ تمام. بالكم على الجروب يا جماعة، مش واخدين بالكم على الجروب؟ سبت وثلاث الساعة 9. أنا كاتبها لو أنت رجعت من الشات هتلاقيها. تمام؟ تمام.